بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني حرف موصليه. حرفتنا لهذا اليوم صناعه العصائر وتحديدا شربه الزبيب. ففي هذا الجو الرمضاني وفي هذه الايام الرمضانيه الكريمه بالتاكيد هناك حاجه لهذه العصائر، وبالتأكيد كما هو معلوم لكل أبناء مدينة الموصل بأن هذه الصناعة تعد من الصناعات القديمة في هذه المدينة، لا بل في بعض الأحيان أن هذه الصناعات تعد من الصناعات الموروثة أبا عن جد. أرجو أن تتحدث لنا عن تاريخ هذه المهنة وأيضا عن الأهمية لشربة الزبيب تحديدا، هو المادة الأساسية في هذه العصائر التي نتحدث عنها الآن. تحدث لي عن هذه المهنة في مدينة الموصل. والله شربة الزبيب يعني بالذات اهل الموصل، نعم، يحتاجونه بالذات برمضان، نعم، يعوض السكريات. تمام. عالم تعباني فيعوض السكريات. نعم. والنوعيه اللي نستخدمه طحلت خاص بالزبيب. نعم. يعني نحن الان من جينا الى معملكم اخ رائد وجدنا بانكم تستخدمون مواد طبيعيه، يعني الطحلك اللي هو الزبيب وايضا بقيه العصائر ايضا يعني تستعملون الفواكه، يعني عصير الفواكه الطبيعي. فتحدثنا عن الزبيب الان. الزبيب طبيعي 100%، والبرتقال كذلك ينحلج، يثغم وينحلج، وكذلك الغمان. نعم. وبقيه الالوان. نعم. التمر الهند والقمر الدين، يعني كله طبيعي على طبيعته. يعني مشاهدي الكرام، احنا شفنا الان امامكم كيف تعاملوا مع مادة الزبيب الطبيعي وتم حلجه بشكل يعني امام الجميع، ومن مادة طبيعية 100%، كان حقيقة شربة النمرود والان شربة الرافدين. نعم. مثل ما نعرف انه كان عندكم انتم محل، يعني السيد الوالد كان لديه محل في الجانب الايمن من مدينه الموصل. نعم. وبعدها بحدود يمكن في سبعينيات القرن الماضي انتقلتم الى الجانب الايسر. نعم. تحت مسمى شربة زبيب النمرود. النمرود. وكان معروف، يعني الحقيقه معروف. الناس كلها تعرف جوده هذا الزبيب. تحدث لي عن هذا. كنا بجلب الايسر، والدي ووالدي هم قديم، والدي هم اخذوا من والده. نعم. ها، واتقلنا على جانب الايمن شربة زبيب النمرود، كان بدورة الحمام. على الايسر، عفوا، على الايسر. على الايسر. نعم. ها، كان في دورة الحمام. نعم. ايه، في دورة الحمام. نعم. وشو لا يعني ابا عن جدا. يعني ابوك وجدك. ابوي وجدي. ايه. نعم. المهنه، نعم. الحقيقة مشاهدي الكرام، يعني ضيف المائدة الأول وعلى الموائد الموصلية هو شربة الزبيب. شربة الزبيب من بين العصائر يكون رقم واحد هو شربة الزبيب. الآن بعد أن رأينا عملية صنع هذا الشربت وأيضا حلج هذه المادة، أريد تتحدث لي عن أنواع الزبيب. يعني هناك زبيب، أريد تتحدث لي أنت عن أنواع هذا الزبيب. الزبيب النوعية المليحة، الطحلق وبغمضان يستقبلون العالم. نعم. يفيد المعدي، يفيد. نعم. القولون، يعني يريح المعدي. الفوائد. السكريات يصعد. نعم. العالم فتستقبله. يعني طبعا الإنسان عندما يكون صائم في رمضان بالتأكيد راح يفقد طاقة كبيرة. شيء أكيد. من بينها السكريات. شيء أكيد. فضلا مثلا عن السوائل. فمادة الشربت أو شربة الزبيب تحديدا راح تعوض. يعوض عن يعوض. عن هذا. احنا نتحدث عن المادة الأساسية. يعني أنتم من تستوردوها ومن تجيكم؟
يعني الزبيبه وزبيب الطحلك من يجيكم؟ الزبيب والنعناع والمواد كله عراقي. عراقي يعني كله من داخل العراق؟ كله داخل العراق. واحيانا من بقيه المحافظات القدرى؟ يعني من غير محافظات يعني. نعم. اشل بالشمال من دهوك من دهوك من, نعم. من اربيل. نعم. وهناك ايضا تجاره رائجه لهذه الماده تجارة. خاصه في ايام المواسم، يعني الان احنا في موسم، في موسم رمضان. نعم. الان هناك عليكم مثل ما يقول سحب كبير. نعم. الان الناس الان يعني الحقيقه مشاهد الكلام، نحن الان داخل المعمل لكن في الخارج هناك صعوبه كبيره للحصول على الشربات. طبعا اضافه لهذا اخ رائد، انتم يعني فضلا عن شربه الزبيب عندكم ايضا عصائر اخرى وايضا طبيعيه، يعني نعم. عندكم عصير البرتقال، برتقال، عصير الرمان، نعم، عصير جوز النرجيله، نعم، عصائر اخرى وعصائر ايضا طبيعيه، نعم، وايضا السحب عليها، وايضا المواطنين يعني اللي يجي احيانا من الجمال راح ياخذ شربة زبيب ويمشي. نعم. اكثر العوائل الموصليه تيجي من عندكم تاخذ اكثر اكثر من نوع من، نعم، الشرابات. نعم. ايضا اريد انت تتحدث لي عن الانواع، انواع الفواكه اللي انتم تحتاجوها او تستخدموها بصنع العصائر. البرتقال والرمان، العصائر الطبيعيه، نطلع على سوق المعاش. نعم. نسوق بالنوكا. نعم. بالاطنون. خلال شهر رمضان نسوق ونحضر شغلنا لرمضان. يعني بالتاكيد يعني قبل رمضان راح تتهيأ تجيب كميات اكبر. شيء اكيد، شيء اكيد. نعم. البرتقال اجيب طنطنين، الغمان كذلك. نعم. الليمون. نعم. وباقي الالوان مثل جوز النرجيله. نعم. نجيب الجوز الطبيعي. وانتم بالنسبه لكم تتحدثون عن موسم رمضان، احنا حتى خارج موسم رمضان كلنا يعني من ننزل نحن الان خاصة في الجانب الأيسر، بالتأكيد أي واحد يريد يتسوق يجي إلى منطقة النبي يونس. نعم. فأول ما يجي راح يشوف المحل مالكم ركن، وراح يجي ياخذ من عندكم حتى في خارج رمضان، لكن في رمضان هناك يعتبر موسم، موسمكم، فعملكم راح يكون الحقيقة أو إنتاجكم راح يكون أكبر من ما هو في الأيام الطبيعية، يعني أنتم عندكم يمكن مكان آخر ل مثلا تابع لهذا المعمل، يعني عندكم مثل داخل سوق النبي ايضا عندكم غير محل ايضا ما شربت؟ لدينا فرع ثاني. نعم. في مقابل النبي يونس وعندنا. نعم. محلات واسواق ومولات يجون. انتم بتزودوهم؟ نجهزهم بالكميات اللي يريدوها. نعم. يعني دعنا نقول بالجمله. جمله. نعم. نعم، تزودوهم بالجمله. ويبقى مثل ما ذكرنا رغم كل هالعصائر تحدثنا عنها، يبقى شربة الزبيب هو الشربة رقم واحد في المائدة الموصلية. نعم. ولو مثل ما يقول له تقاليده. نعم. وأيضا لو أيضا صانعي، أريد أن تتحدث لي عن بعض من الموصليين من يشتغل بهذه المهنة، يعني بالتأكيد أنتم لستم وحدكم في الساحة، يعني كثير من الأماكن نمشي نشوفك محلات اخرى ايضا لبيع شربه الزبيب او او معامل اخرى، حدثنا عنها ان امكن. نعم، من القدماء الله يرحمه ستار ابو الاخلاص. ستار ابو الاخلاص. نعم. عبد الرشيد. نعم. الله يرحمه. نعم. شربه الصفو، هذول يعني من القدماء. نعم. نعم. وهذول معروفين يعني. هذول معروفين. نعم. على على مستوى الموصل. بعد اكو شربة اخر يمكن شربة طه ايضا. اكو اكو اكو. نعم. شربة طه واكو يطلعون يعني كثير اسامي. شربة الملا عندنا كان بباب الطهر. شربة الملا عبد الستار البدراني ايضا حتى. نعم. 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 ايه نعم. فاذا هذه انا احكي لك على القدماء، القدماء اللي القدماء اللي بالسبعينات. الجيل الاول. نعم. ايه من الجيل الاول. الجيل الاول هذول، الجيل الثاني والجيل الثالث. صح. اخ رائد، الحقيقه احنا في مدينتنا، في مدينة الموصل خاصة بالشدائد والملمات، نلاحظ أهالي الموصل الكرام لديهم مواقف مشرفة. نعم. ومواقف كبيرة، والآن يعني المعدن الأصيل للموصليين يظهر للعيان وللعالم جميعا. نعم. في نعم. هذه نعم. الحقيقة الملمات الصعبة، وبالتأكيد وحد ما أنا أعرف وأريد أسمع من جنابك الكريم أنه أنتم أيضا تساهمون
بعملية التكافل الاجتماعي ودعم الناس الفقراء وكذلك من خلال حتى أسعاركم المناسبة، رغم أنه أنتم منتج مالكم يعتبر من الجودة من الجودة الكبيرة، إلا أنكم تتعاملون مع الناس أيضا وبأسعار حقيقة رخيصة. ويمكن لديكم مواقف أخرى، راح أترك المجال الجناب الكريم تتحدث لي عن هذا الموضوع بوصفك موصلي أصيل وتنتسب وتنتمي إلى هذه الأرض الطيبة، أرض الموصل التاريخية الأصيلة. الحمد لله والشكر، من طلعنا من اتحررنا إلى حد الآن أنا سعر الكيس ب500 دينار، يعني أبو المول أبو الأسواق أبو يعني وقت اللي يأخذون من عندي جملة أو مفرد يطيق ياخذوا، الكان بايع يطيق يستفاد، والكان مشتري يطيق يشتري. نعم نعم. إيه؟ يعني مشاهدي الكرام الان دا نشوف الاسعار موجوده امامكم، دا يطرحها الاخ رائد، اسعار جدا رخيصه، نصف السعر اللي دا يباع في كثير من الاماكن. نعم نعم. نحن ايام العادي سعر الكيس ابو الالف ننزله ب 500 دينار. بارك الله فيك. في سبيل شهر رمضان وعالم مثل ما يقول ما عدا ومن الشهر شربت. بارك الله فيك. ومن هالسوالف هاي. بارك الله فيكم، هذا عهدنا بكم بوصفكم من الموصلين الوصلاء، وطبعا ما غريبه على الموصلي الاصيل انه دائما يتعامل مع أبناء مدينته بهذه الطريقة. ويمكن أكون هناك أمور أكثر، يعني أنت أكيد ما تريد تتحدث عنها بارك الله فيك، لكن أنا أعرف بأنه أنتم الآن كم مديتوا يد المساعدة لكثير من الناس المحتاجين، وطبعا إحنا الآن أيضا في محنة أخرى، الآن أيضا الموصليون وأيضا شرواكم تقومون بأعمال كبيرة من أجل التكافل الاجتماعي، ونعبر كلتنا إن شاء الله بهذه نعبر إلى من كما نقول إلى الجهة المقابلة لهذه المحنة ونتجاوز إن شاء الله طالما هناك ناس أخيار في هذه المدينة. نحن من خلال هذا البرنامج الحقيقة نتحدث نظهر شيئين، أولا نظهر الجانب التاريخي لهذه المدينة بحرفها بمهنها بشعبها بناسها، والنقطة الأخرى أيضا نظهر القيم الأصيلة لسكنة هذه المدينة التاريخية العريقة. كريم رائد، أرجو أن تحدثني عن أنواع الزبيب، الزبيب اللي أنتم تتعاملون معه. الزبيب اللي أحسن نوعية هو بالخوشناو أربيل. نعم. يسمونه طحلق.
نعم هذا التحلق يعني خاص بالزبيب. نعم زين كم نوعيه يعني هناك انواع كثيره اللي... اكو عده نوعيات. نعم. بس المختص بالزبيب. نعم ها شربت تحلق. نعم. بالخوشناو والماده الاساسيه الاخرى يعني مع شربه الزبيب ما اكو عندكم مواد اخرى تضيفوا له؟ النعناع. النعناع نعم يعني تدخلون النعناع. النعناع ينطي. نعم. ايضا ينطي نكهه. رائحه وطعم. رائحه وطعم ويفيد المعده بالتاكيد ايضا يعني من الناحيه الصحيه ايضا يفيد. يفيد للمعده للقرحه. نعم. للقولون. نعم نعم يعني اذا شربه الزبيب اصبح فعلا يعد من الاساسيات اللي تكون على مائده الموصليين. نعم نعم ليش اهل الموصل ايش يتقبلون الزبيب. نعم. بالذات ايام رمضان. تمام. بينه فوائد كثيره. الاخ رائد عز الدين. نعم. على الرغم من انه انت من اصحاب شربه الزبيب الان الحالي وانت ايضا يعني والدك ايضا امتهن نفس المهنه. نعم. وكذلك جدك. نعم. يعني نحن كنا في مدينه الموصل خاصه المدينه القديمه ونحن كلنا من سكنه الجانب الايمن والمدينه القديمه عندما نذهب مثلا الى دعنا نقول في مدينه الموصل كباب سيد بكر. نعم. عندما نتحدث عن كباب سيد بكر راسا نجي يتبادر الى ذهننا شربه الزبيب. نعم. وكانما توأم مع الكباب. نعم نعم نعم. النقطة الأخرى الآن أيضا نشوف المطاعم الحالية حتى المطاعم الراقية أيضا قاموا يتعاملون مع شربة الزبيب فبالتأكيد تحدثني أنتم على علاقتكم مع مطاعم الكباب السابقة والمطاعم الحالية واللي أيضا تزودوها بشربة الزبيب. من ذاك الزمان إلى حد هذا الوقت. نعم. والدي جدي كان يوزع للمطاعم. نعم نعم. والدي كان يوزع للمطاعم. نعم. ولا زال لحد الان انا وزع للمطاعم. يعني حتى مطاعم الكباب يعني يمكن لحد هذا الوقت. نعم يعني حتى قديما يمكن سيد بكر كان ياخذ من عندكم ممكن. سيد بكر إيه؟ ومطاعم الاخرى كانوا إيه؟ ياخذون من جدي. اي نعم. ومن والدي. نعم. والدي كان يوزع المطاعم الموصل كلها. نعم. أنا كنت أطلع أوزع بالبيكام للمطاعم الموصل كلها. نعم نعم. والدي توفى استلمت شغلي أنا رحمه ولحد الله. الآن أنا أوزع المطاعم. يعني لحد هاي اللحظة لحد الآن لحد على توزيع شربة الزبيب لمطاعم. نعم نعم. زين مع شربة الزبيب أكو شربة آخر لو بشربة الزبيب كحالة أساسية أو شيء رئيسي. مع شربة الكباب أطيب شيء الزبيب. الزبيب نعم. يعني هو يعتبر من العصائر الرئيسيه شربه الزبيب. نعم. وشربه الزبيب الموصلي. الموصلي يعني دائما يعني حتى بقيه المحافظات ترى ينظروننا الى الموصل والى صناعه الزبيب وشربه زبيب الموصل نظره خاصه يعتبرونها بنكهه خاصه صناعه خاصه ولو هاي هناك يمكن سر المهنه دعنا نقول لكن احنا اطلعنا على جزء منها فانتم تنتجون شربه زبيب خالص. نعم نعم. وشربه زبيب ذو نكهه يختلف عن بقيه المحافظات. نعم نعم نعم. نعم. وحتى باقي المحافظات يعني كشمال هم يجون ياخذون من عندنا. نعم. شربه للمطاعم. يعني مناطق كردستان لا زالت تاخذ من ياخذون من عندنا. نعم نعم. الاخ رائد عز الدين بدنا ايضا توضح لنا مساله مهمه هي عن مواسم الإقبال على الشربة يعني تحدثنا في أي موسم من المواسم راح يكون هناك إقبال على الشربة فضلاً عن رمضان أنت تحدثت لي خارج رمضان في أيام سنة في فصول السنة الأخرى تحدثت لي عن حالة الإقبال على شربة الزبيب. الإقبال عندنا إذا شيء شربة الزبيب بالدرجة الأولى. نعم. أيام العادية رمضان يعني شربة الزبيب هو برمضان يعتبر الموسم رقم واحد لكن بقية المواسم يعني يريد أي يعني بالصيف عندكم إقبال أيام العادية رقم الزبيب بالدرجة الأولى. نعم. والوغان والبطيخ الموزة هذول من الطبيعيات قدام. نعم. العين يعني إقبال على مادة شربة الزبيب بالدرجة الأولى هو في أوقات الصيف. نعم. زين بقية الفصول
هم اكو اقبال؟ يعني انتم طوال ايام السنه تعملون اكيد يعني هناك تفاوت، يعني بالصيف الاقبال غير الاقبال مثلا في الشتاء او في الخريف او في الربيع. السنه كامله الاقبال ازي الشيء على الزميل. يعني حتى خلال ايام الايام العاديه ايام رمضان الاقبال ازي الشيء على الزبيب، الزبيب مبور من الطبيعيات. لا وهذا الحقيقه متاثر لكون الزبيب مالكم به جوده خاصه. نعم نعم، يعني هذه ايضا احنا ما نريد نعمل دعايه للاقرايه الازدي، لكن هي حقيقه انه الاقبال اقبال الموصلين على ماده شربة الزبيب، يعني مو بس يجي احيانا الموصلين يشرب زبيب، لا احيانا ياخذ الكيس ويوديه ايضا للبيت. نعم نعم، يعني دائما انتم عندكم نعم تسويق نعم لماده نعم نعم شربة الزبيب. يا ياخذ يشرب الكلاس ويقول لي خليني كيس. اي طبعا. حقيقه اخ رائد احنا نتحدث واستشفينا ايضا من خلال كلامك بان هذه الحرفه الموصليه الاصيله هي موروثه عن ابيك وعن نعم جدك. بالتاكيد هناك شيء عالق في ذهنك، كيفيه التعامل مع شربه الزبيب احيانا، يعني سابقا كان يباع مثلا في طاسات. نعم. او مثلا يباع في كميات مختلفه، يعني كان يجي مثلا الطفل يقول له اعطيني بخمس فلوس. نعم. الاخر يجي بعشر فلوس كان. نعم نعم نعم. التعامل ايضا بالعمله المعدنيه، يعني الخمس فلوس والعشر فلوس. نعم 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 نعم. والدرهم ايضا. نعم نعم. مثل ما ايضا تم تصوير. اريد تتحدث لي عن هذا الجانب التراثي، لا سيما في مرحله الستينيات والسبعينيات، يعني انت مرحله السبعينيات وعيت لها او قد يكون سمعتها من الوالد، اريد تتحدث لي عن هذا. بالثمانينات كنا نبيع الكلاس بخمس فلوس وبعشر فلوس. نعم. وبشهر رمضان المبارك. نعم. كنا نبيع اكياس بربع دينار. نعم. وبني دينار والدينار الحديد. نعم نعم. هذا انت تتحدث ايضا عن مرحله متاخره، يعني اتحدث لك انا اللي في سني كان قبل هذا، يعني كان الكيس بدرهم، يعني في نهايه الستينيات وبدايه السبعينيات ومرحله السبعينيات كان هناك الحقيقه العمله المعدنيه يتم التعامل معها في العراق وخاصة في مدينتنا، فكان التعامل بهذا القدر. واحيانا يعني خاصة الطفل، يعني محلات الشربت موجودة في الاحياء قريبة من الاحياء، الطفل عندما ياخذ يوميته خمسة فلوس من يجي الى ابو الشربت ما كان يرجعه، كان راسا يملي له كلاس او طاسة. يعني نعم نعم نعم. وعينه للطاسة النحاسية. نعم نعم. اللي نعم تشبه طاسة ابو السوس. نعم. هذه ايضا الطاسة كان يتعامل بها بياع الشربت او محلات. نعم 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 نعم. الحقيقه بالستينات والسبعينات والدي كان يتحدث لي، كان يبيع بالطاسات. نعم. بخمس فلوس بخمس فلوس وبعشر فلوس. نعم. بس العدل انا انت ما لحقت. ما لحقت عليه انا من الثمانينات. تمام. لاحظتوا وعيتهم هم على الدينار الحديد وربع. نعم نعم نعم. نعم. أم على العملة المعدنية. نعم. العملة المعدنية. نعم. أخ رائد، نحن في شهر رمضان الفضيل وأنت أيضا موصلي أصيل، بالتأكيد هناك حالات إنسانية. نعم. مر بكم يعني كان. نعم. يجي مثلا واحد أحيانا أنت تشوفه بدون ما يتحدث بس. نعم. تعرف هذا يحتاج إلى هذه المادة ويريد شرب الزبيب وما عنده. نعم نعم. أي شلون نعم أنت تتصرف معاه خلال شهر رمضان المبارك؟ كم بلغت العمال كله بالذات اللي يقفون على الدزقاه. الله يبارك فيك. اي بشر يعني فقير يمين يسار اللي ما عنده قبل شلون ينطون. نعم الله يبارك فيك. وبهاي الاسعار مالي انا بال 500 يعني نفس الاسعار مالك هي الحقيقه الاسعار هي اسعار مناسبه جدا. اسعار مناسبه لكن مع هذا هناك بعض العوائل ما عدوا ما عدوا ما عدوا. تمام الله يبارك تمام فيك.
الله يبارك فيك. واللي يعمل يعني يودي للمنطقه مثل ياخذ 10 اكياس سعره رخيص ويطيق يوزع للمنطقه، يطيق يوزع للجيران، يطيق يوزع للفقراء. اخ رائد، حقيقه انتم تنتجون ماده الشربت، تحديدا ماده شربت الزبيب. نعم. بالدرجه الاساس بكميات كبيره. نعم. احيانا هذا يعني هذا الشربت اذا بقى عندكم يصير به نوع من الفساد او نعم. تتحدث نعم. لي عن هذا، يعني هناك يعني متابعه اكيد من جنابه. نعم. متابعه. نعم. او رقابه صحيه من نعم. حضرتك. نعم. وتابع ايضا العمال اللي نعم. يتعاملون مع شربه الزبيب، بس اريد تتحدث لي عن هاي الحاله ان حصلت. نعم، تصير عند كثير محلات شربه يحموا ويطشونه. الحمد لله فضل من الله، انا من قوه الشغل مالي اصلا الشربت ما يبقى. نعم. بنهاره. نعم. نعم. الشربت ما يبقى يعني بل يوم بيوم الشغل مالي، يعني هاي الحاله ما تحصل عندك. ما عندي ابدا. عندك فساد نهائيا نهائيا. نعم. الحقيقه احنا استمتعنا بهذا اللقاء استمتاع كبير، حدثتنا عن كثير من العصائر وكيفيه صناعتها، وايضا انا دا اشوف امامي جوز النرجيله، يعني هاي الماده اللي ايضا تتعاملون معاها، شلون عتم صناعتها؟ الجوز النرجيله ناخذه من العطار. نعم. ناخذ من عنده كميات. نعم. بالكياس. نعم. مسلفني الوزن الكيس 25 كيلو. نعم. نجي نفتح هوني ونستخدم جوز النرجيلة. زين المناشئ مين هذا يعني جوز النرجيلة ما تاخذه؟ المناشئ ماله الاستيراد ماله من الهند. ايه. وايضا دائما نكون حقيقة دائما تاخذه جديد حتى سلفان وسيطرة نوعية و نعم. يعني على حسب الأصول. نعم. وكان ايضا تتعاملوا مع بعد ما يفتح الكيس ما يبقى عندكم فتره طويله حتى. لا 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 ابدا. إيه؟ نفتح الكيس ما يطول عندنا نهارين ثلاثه. ايه الحمد لله حتى يبقى محافظ على الاستخدام مالنا كل بين فتره وفتره. نعم. فنجيب لنا اكياس. زين تضيفوا لي شيء يعني لو بس جوز نقي شيء نضاف له؟ الاضافيات ماله ماده الحليب و... نعم. واطعام و اي نعم. وايضا تبيعوا باكياس وتبيعوا. نعم نعم، بس هي الماده الاساسيه هم من الطبيعي. هم طبيعي. نعم. هم طبيعي. من الطبيعي. يعني انتم بدكم تتعاملون بشكل. نعم نعم. نعم تتعاملون مع الفواكه الطبيعيه. نعم. يعني نعم، كلها نعم. يعني منتجاتكم طبيعيه، طبيعيه 100%. نعم. الزبيب، البرتقال. نعم. الرمان، الجوز الهند. نعم. القمر الدين. قمر الدين. نعم. الجوز الهند اللي يعني المشمش طبعا. كله طبيعي. نعم كله طبيعي. كله طبيعي. يعني ايضا هناك طلب على الجوز الهند مثل نعم ما موجود. نعم طلب نعم على بقيه. نعم نعم الطلب بالذات يعني برمضان طلبيه على كل الالوان. نعم. على الزبيب، على الرمان، على الجوز الهند، على القمر الدين، على نعم. على كل الالوان. نعم. على الليمون. انت كل منتجاتك طبيعيه. نعم. يعني بصراحه في بعض الاحيان نشوف ترمى يعني هناك منتجات الحقيقه خارجه عن السيطره النوعيه، يجي يشوف في بعض المحلات اكياس ملونه احمر واخضر ما ادري ايش. انت الان مناشئك مثل ما ذكرت طبيعيه، واحنا شفناها امام عيوننا شلون تنتج. نعم. يعني الان من خلال هذا العام صار عندك انت ايضا زبائن معامل. نعم 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 نعم، عندي زبائن ويومية يعني يتعنى يجي عليك يوم حتى يومية يتعنى، يعني عندي ذاك الجانب يتعنون على هذا الجانب على على عمود الشربت. نعم نعم. وبالذات ذاك الجانب هم حالتهم تعباني. طيب اكو ياخذ 50 كيس وال 40 كيس يوزع على المناطق الفقراء. طيب يعني هاي هم يتك عليها. الله يبارك قدرة الشراء ماله. والله العظيم يعني احنا يعني بدنا نرتاح عد ما نشوف هناك ناس طيبين بهذه المدينة وبهذا البلد. يعني المشاهدين الكرام الموصليون افصحوا عن معدنهم الاصيل. هناك كثير من الناس من ياتي والحقيقه يتزود بكثير من المستلزمات اللي تحتاجها
الأسرة الموصلية يأخذها على حسابه الخاص ويوزعها. وأيضا نلاحظ أنه البائع أيضا يتعاطف معه وأحيانا يعاونه وأحيانا يعطيه جزء من هذا. يعني الحقيقة هذا شيء مفرح، وبالتأكيد شعب مثل الشعب الموصلي وشعب مثل الشعب العراقي العظيم بهذا التكاتف وبهذا التآزر بالتأكيد لا توجد هناك محنة تقف أمامه، وبالتأكيد سيكون الرب وسيكون الباري عز وجل مع هذا الشعب العظيم عندما الحقيقة يكون كريم مع أبناء جلدته. مشاهدي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، آملين أن نلتقيكم في لقاءات جديدة. إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.